إلهنا إله ما ممكن بأنه نوصفه بكلمات، إلهنا ما ممكن بأنه نفيه حقه من خلال الأمور اللي احنا نفكر بها. يمكن كثيرين يقولون أبونا الكلام عن الإيمان سهل لكن طريقة العيش صعبة. احنا بالنسبة لنا في العالم لكن لسنا من العالم. احنا بالنسبة لنا مفروض أنه نعيش في مكان وزمان كل الناس دا يعيشون بنفس الظروف المكانية والزمانية، لكن اللي يخلينا نفرق عنهم أنه احنا نقرأ علامات الله في المكان والزمان، أنه احنا نشوف تدبير الله، أنه احنا نشعر بوجود الله في حياتنا، لأنه ربنا قال لا أهملك لا أتركك، موجود معانا، ربنا موجود معانا، أنا ذا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ممكن الله بأنه يتركنا في هذه الظروف؟ كثير من الناس يفكرون إيه يمكن الله تركنا بسبب خطيئتنا. لا، الرب ما يتركنا. الرب يقول أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوته وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه، يعني يمكث معانا الرب. الرب منتظر من عندنا إحنا نلتفت إليه، الرب يدعونا لكن منتظر بأنه إحنا نستجيب. لكن اكو كثير من الامور اللي تخلي ايماننا المسيحي يقل وينقص. احد اهم هذه الامور واخطرها اللي هو الخوف. اذا قلنا بانه الايمان هو الثقه بالله، الخوف هو عدم الثقه. انا من اخاف من شخص معناه انه ما عندي ثقه. انا من اخاف من احد المواضيع انه ما عندي ثقه بان هذا الموضوع راح يكون ناجح. كثير من الناس عندهم خوف. الخوف هو شعور جدا طبيعي موجود بينا، لكن الغير طبيعي انه هذا الخوف من يكون سلبي ويسيطر على مشاعرنا بسلبية وما يخلينا نتقدم. اكو نوعين من الخوف، اكو الخوف السلبي واكو الخوف الايجابي. الخوف الايجابي هو اللي يولد بي قلق، هذا القلق يخليني اتقدم للافضل. والخوف السلبي هو اللي يولد بي مشاعر قلق تخليني أوقف في مكاني وما ممكن بأنه أتقدم. بكل بساطة مثال، إذا يوم غد عندي امتحان مثال، راح يكون عندي قلق، هذا شعور جدا طبيعي، قلق وخوف. القلق الإيجابي هو اللي يخليني بأنه أدرس حتى أقدم أفضل ما يمكن بامتحان يوم غد، ويخليني أراجع المادة وأهتم بكل التفاصيل. بينما القلق السلبي هو اللي يخليني بأنه أفكر بأنه أنا ما ممكن أنجح بامتحان يوم غد، إذا قريت أو ما قريت بالتالي ما أقرأ أفضل، لأنه أنا ما راح أنجح وأقدم نتيجة جيدة. هذا القلق هو سلبي، يخليني ما فقط أوقف في مكاني وما أتقدم، لكن مرات كثيرة يخليني أتراجع. مرات كثيرة يكون لنا في حياتنا بسبب ظروف المكان والزمان اللي احنا نعيشه قلق وخوف سلبي يوقف إيماننا بنفسنا والآخرين والله، ويخلينا نوقف في هذه المحطة أو يمكن نتراجع إلى نقطة الصفر وما قبل الصفر في علاقتنا الإيمانية. الإنسان صحيح هو ضعيف، لكن مرقس يقول في الضعف تكمن قوتي. الله يريدنا نقدم إلى كل ضعفنا، نقول له يا رب أنا إنسان ضعيف، أنا إنسان قلق، أنا إنسان عندي مخاوف، أطلب من عندك بأنه أنت تهدئ إلي كل مخاوفي. كم مرة موجودة كلمة لا تخف في الكتاب المقدس؟ يقولون دارسي الكتاب المقدس بأنه موجودة 365 مرة. أحنا السنة مالتنا 365 يوم، يومية الرب يقولنا لا تخف، لا تخف. إشعياء لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. المزمور الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. كثير من المرات يسوع كان يقول للجموع اللي موجودين حواليه لا تخافوا، التلاميذ قالوا لا تخافوا أنا هو. يعرف بأنه الخوف كثير سلبي هو في حياتنا وقادر بأنه ينهي لنا علاقتنا الإيمانية. الخوف هو فتشي جدا طبيعي، لكن غير طبيعي من هذه المشاعر تكون جدا سلبية وما تخليني أتقدم في حياتي، خلت تكون مشاعر إيجابية. أكو آية في الكتاب المقدس تقول رأس الحكمة مخافة الرب. المخافة هنا ما يقصد بأنه الذعر والخوف من الرب، لكن يقصد بأنه أنا أكرمه، أنه أنا أحسب له،
إحساس أنه الرب هو أعلى من عندي، الرب هو إلهي، الرب هو خالقي، الرب هو أبويا، أنه أقدم له كل مشاعر المحبة، كل مشاعر الإكرام. المخافة هنا ما يقصد بها الخوف السلبي ولا يقصد بها الخوف الإيجابي، لكن يقصد بها بأنه أنا أعطي للرب أهميته في حياتي ويكون المركز. الخوف والإيمان نقيضين، يا أما خوف يا أما إيمان. إحنا محتاجين اليوم بأنه نسمع كلام الرب من يقول سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، لا كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم، لأنه سلام الرب هو معانا. شقد قلوبنا مضطربة، شقد قلوبنا ملتهبة بسبب هذه الضيقات اللي نمر بها، لكن دائما التعزية هي من الرب. احنا محتاجين بأنه ننظر إلى الله في حياتنا ويكون هو محط تركيزنا واهتمامنا، وما ننشغل بالأمور اللي موجودة حوالينا، وراح نشوف بأنه الله شلون راح يغير كل الأمور اللي موجودة حوالينا للأفضل، لأنه الرب بحسب الكتاب المقدس يحول اللعنة إلى بركة ويخرج من الجافي حلاوة. أتمنى للجميع أسبوع سعيد في حماية الرب، ولا تضطرب قلوبنا وما نخاف، لأنه الرب دائما هو معنا، ما يهمنا ولا يتركنا أبدا.